السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق الولايات المعنية بتساقط الأمطار يوم الجمعة 26 من شهر نوفمبر 2021. إذا نتوقع في الفترة الصباحية أمطار ستميز شمال ولاية شلف وشمال ولاية مستغانم، شمال ولاية وهران، شمال ولاية لمسان، وأيضا بعض الأمطار والزخات المطرية المنتظرة على السواحل الشرقية كسواحل ولاية الطارف، سواحل العنابة وأسكيكدا. خلال الفترة المسائية ليوم الجمعة نتوقع لوصول اضطراب آخر يبدو أنه قوي محمل بأمطار، وأيضا ستكون هناك ثلوج قوية أيام السبت ليلا الأحد والاثنين والثلاثاء القادم، وعليه الأمطار ستكون حاضرة في الفترة المسائية إلى يوم الجمعة على ولايات تلمسان، عين تيوشنت، وهران، مستغانم، مشلف، تيبازا، أيضا مناطق النعامة والمشرية، السعيدة، وسيدي بلعباس، معسكر، وغريزان، وتسم سيلت. أيضا بعض الأمطار ستميز شمال أغواط، شمال البيض، ومنطقة تقريبا المشرية. سنوافيكم بالجديد في قادم الساعات، ونذكر أيضا بعض الأمطار ستميز ولاية تندوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.